السلام عليكم، معكم عبد الله الحايكي، فنان تشكيلي ونحات بحريني. طبعا بدايتنا في مجال الفن، طبعا نشأت انا في بيئة يعني من البيئة اللي حوالي فيها من المهن، يعني ما شاء الله عندنا العوائل الحايكي، حياكة الحياكة، الصفار، الحداد، يعني لو تلاحظين مملكة البحرين تشتهر أغلب العوائل بالمهن. فإحنا نشأنا من بيئة حرفية وفنية، فعلى هاي الأساس كانت بدايتي في مجال الفن. الوالد يعني كان بناي في البناء وفي الحياكة وفي هاي الأمور، فطلعنا الحمد لله بهاي الموهبة. بدايتي أول ما ابتديت، طبعاً أول ما تكتشف أن عندك الموهبة في مجال الرسم، يعني كلنا وإحنا صغار كنا نرسم ونخربش، اللي يكتشف أن عندك موهبة الأستاذ اللي كان عندك أو في المدرسة يكتشفون ويخبرون ولي أمرك أن لا، ولدكم مثلاً عنده موهبة في الرسم، عنده موهبة في التلوين. فكانت أنا بداياتي في المدرسة صنعت، يعني كنت أرجع البيت في أخشاب وفي شغلات، صنعت بروحي فريم خشبي وسويت كانفاس. يعني كنت في بعض الأماكن في جاليري أول مرة أشوف اللوحة، لوحة الكانفاس، وسألت هذه شنو اللوحة، ما كنت أعرف شنو اسمها، قالوا لي هاي قماش. فرجعت البيت، شنو يعني قماش؟ سألت البيت، قماش يعني خلق. أخذت الخلق يعني في بالي، أنا طفل صغير، أخذت القماش، أخذت لي فانيلة تيشيرت أبيض وسحبته على هاي الفريم، طقيت مسامير في الزوايا، المسمار شطوله طلع، خفستهم وسحبت هذه، سويت كامبس، يعني صنعت من على قد يعني وأنا صغير. إنزين، فهذه شلون تتحصل موهبة والاستمرارية عشان تطلع بإبداعاتك؟ فحطيت عليها الألوان، أول ما حطيت اللون الأزرق انتشر لأنه خلقي، كل ما حطيت لون انتشر، قطيت يعني خليت هلين ما تجف. يوم ثانية لها حطيت الألوان ابتديت ولا ثبتت، لأنه جف القماش اللي هو الخلق، وبدأت الملامح تطلع، سويت بحر وبانوش ونخلتين والشمس اللي في الزاوية، هاي الرسمة المشهورة اللي قبل كلنا نسويها. في نفس الفترة كان في مسابقة في المدرسة، وديت هذه اللوحة. المسابقة كانت على مستوى المدارس في مملكة البحرين، فالحمد لله مدرستنا طلعت المركز الأول بهذه اللوحة، ومن هني من هذه اللوحة يعني صار انطلاق لي وصار اهتمام من المدرسة نفسها، إن من صناعة طالب على قده وسوى لوحات وشلون صنع هذه اللوحة بروحه. فمن هني صار التشجيع من المدرسة ومن الأهل، وانطلقنا في مجال الفن. واحد يحب يتميز ويتطور، فرسم بالأكريليك كانت بداياتي. عقب انتقلت إلى مجال الرسم بالكوفي وقدمت فيها ورش ما شاء الله، وعقب يعني بعد تحس أنها تبدأ تتميز بعد أكثر، تروح مجال الحرق على الخشب. يعني ما أحب أنا أسوي شغلات أشوفها متكررة، تحب تتميز بأسلوب معين، هذه خلاص بصمة مثلاً عبد الله أو بصمة الفنان فلان. فنان يحب يتميز في شغلة معينة، يكون منتج لخاص وبصمة لخاصة. الشغلة اللي نوجهها للشباب وللمبدعين وللي يشوفون روحهم في هذا المجال أو أي مجال في بالهم، فني أو غير فني، يعني لا تنتظر أحد يعلمك، زين أنت بادر من نفسك. في عندنا ما شاء الله حين اليوتيوب، يعني برامج وايد تعلمك، أنت حاول، أنت بتوصل للهدف اللي تبي توصل له بتوصل له. طبعاً عندي مجموعة هني من الأخشاب المحلية البحرينية، ونوع الأشجار اللي أستخدمها في صناعة المنحوتات والأعمال الفنية
طبعا عندي شجر الكنار البحريني، شجر الصبار، شجر اللوز، اشجار البرهامة، اشجار النيم. اشجار النيم يعني ما شاء الله بسرعة تنمو في البحرين عندنا وتطلع ريحة طيبة، ونستفيد من اخشابها كذلك، خشبها ممتاز للنحت وإعادة تدويره. أماكن توفر هاي الأخشاب يعني في الموسم، موسم الشتاء مثلا وقت اللي يدور هواء أو شيء يطيحون ما شاء الله أشجار. طبعا احنا في ورشة الهايكي آرت من ضمن استخدامنا للأخشاب المحلية البحرينية، هي جزء من ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في مملكتنا الحبيبة. في موسم معين لهاي الأخشاب، متى ممكن نحصل على الأخشاب كمية كبيرة؟ هي في فصل الشتاء. في فصل الشتاء وقت اللي في رياح في هواء وايد أشجار تتساقط في مملكة البحرين، فعندي تواصل مع بلدية المحرق، الأخشاب اللي ساقطت أو اللي تم قطعها في المنطقة أنا أستثمرها في عندي في الورشة وأخزنها لها فترة معينة لتخزين الأخشاب. متى أقدر أشتغل على الأخشاب؟ نسبة الرطوبة اللي فيها لازم تكون إيش كثر؟ فكل هذه أمور لازم تكون مدروسة. طبعاً الخشب البحريني يتميز بألوانه وألياف الجميلة. نحصل عندنا خشب النيم، خشب النيم البحريني له ألوان جدا جميلة، كذلك السدر الكنار البحريني بعد في ألوان جميلة وألياف يعني تشوفينها فيها روح. من شرح الأخشاب احنا نشوف داخل شلون الألياف متواصلة. عندنا هاي الأخشاب اللي نشتغل فيها يعني دائما، النيم والسدر والصبار البحريني كذلك، وهذه أغلب ثلاثة الأشجار اللي دائما نشتغل فيها. وفي الأشجار الغير مثمرة اللي هي البرهامة، هاي ألوانها الغامجة مثلا الدارك كلر، فهاي بعد نستخدمها إلى التيبل للطاولات وبعض الأثاث. طريقة تخزين الأخشاب يعني عن وطريقة تخزينها والمحافظة عليها عن التشققات، يعني أول ما نقطع الأخشاب من هذه الناحية فيطقها يا الغرال الأبيض وايد تقلوه، أو إن الصبغ أي صبغة عندنا يطق هاي الألياف اللي من الجهة الثانية مكان القطع عشان ما يدخل الهواء وتجف على راحة تكون. لما سكر هذه المسامات بيدخل لها الهواء وبتجف بتتشلق، تشوفون شقوق وايد في الخشب نفسها. فهاي طريقة للمحافظة عن التشققات في الخشب. طبعا من ضمن المشاكل اللي يمكن تواجهنا في استخدام الأخشاب المحلية، ما نقدر نشتغل في الخشب مثلا أول ما نقطع الأشجار، يعني توه رطب كلش ما نقدر نشتغل فيه، لازم نخليه يجف، لازم نتأكد من جفافه وعقب نشتغل على الخشب، لأن إذا اشتغلنا عليه وهو رطب سويت التحفة الفنية وهي رطبة بعدها أخذها الكستمر الزبون، عقب تتشقق وهي عند الزبون إذا ما تشققت عنده. فلازم تتأكد إن الخشب جاف على الأقل 80% يكون الأمور طيبة. عندنا الأجهزة اللي نستخدمها في منحوتاتنا وأعمالنا الفنية، عندي الدرمل، هذا الدرمل اللي أحفر فيه على الخشب، على الخشب وعلى الرخام أستخدمه هذه، فطريقة استخدامه وقت اللي يشتغل فأبدل البت مالته اللي قدام، في الرؤوس تتبدل على حسب الشغلة اللي عندي. عند الجهاز الثاني اللي هو الرسم بالحرق على الخشب، الكاوية هذه فتحتر وقت الرسم تحرق الخشب، وهذا الرسم بالحرق على الخشب هذا الجهاز. كذلك عند الأزاميل، أزاميل الحفر في خراطة الأخشاب، هذه الأزاميل مختلفة، عند هاي
في الأظفر يسمونه، وفيها اللي حق حفار داخل الفازة نفسها. تشوف الرؤوس تختلف، كل رأس يختلف عن الآخر. طبعا مثل ما تكلمنا ان ما اشتغل بس في الخشب، عندي مثلا الخشب الرسم بالحرق على الخشب، الرسم بالكوفي، التلوين بالكانفاس، النحت على الرخام، النحت على الرمال. فعندي يعني امور متنوعه في مجال الارت، وهذه بعض الماتيريال اللي استخدمها او الاجهزه اللي استخدمها في هذه الخامات. في اختلاف بين النحت على الخشب والنحت على الرخام. بالنسبة للخشب، الخشب لما نمسك الجذع نشوف الشيرة واقفة والألياف مالها ممتدة من تحت إلى فوق. فوقت اللي ننحت مثلا ننحت بالأزاميل، ساعات يشير الأزميل ويا الألياف، لازم نعرف شلون اتجاه الأزميل يكون عكس الألياف مع الألياف. لنروح إلى الرخام مثلا، الرخام في ألياف كذلك لكن مو مثل الخشب، ألياف مجرد عروق صايرة وعروق جميلة. هاي تنقطع بالجهاز الحفر بالجراندرات وهذه الأمور. طبعا الاختلاف بين الرسم بالكوفي والرسم بالأكريليك أو الألوان الزيتية، اللي يختلف بينهم الأكريليك يثبت اللون في اللوحة خلاص، ما يحتاج تخلي له مثبت ولا شيء، لكن الكوفي يعني بعد ما نلون اللوحة صادها مايه وشي يمكن يسيح هذا الكوفي، فلازم نطق عليه مثبت أو سبراي كالير يكون له حماية عشان ما يتعرض للرطوبة ويتخرب اللون. الرسم بالحرق يعني يمكن ما يبين إذا رسمت مثلا على خشبة لونها دارك، فالرسم بالحرق على الخشب يفضل انه يكون على الخشب لايت، يكون لونه فاتح، فعشان يبين، لانه بيكون حرق فما في فايده لو حرقنا على لون محروق اساسا، فالافضل يكون على خشب ابيض وايت. بالنسبه عن الالياف او طريقه استخدام، شلون عرفت ان هذه لازم تستخدمها بهاي الالياف؟ شلون عرفت هذه المعلومه اللي لازم هذه حق يقطع هذا الجهاز؟ شلون يقطع هالماتيريال؟ فكل هذه المعلومات مثلا البسيطه اللي عرفناها من مشاركاتنا واختلاطنا مع الفنانين الاخرين، مشاركتنا في الاحداث الفنيه، هي تبادل خبرات، نستفيد من الخبرات الاخرين العالميين الموجودين في الاحداث الفنيه، فهذا شيء أساسي. طبعاً بنصنع مع بعض الحين باستخدام الأخشاب البحرينية المحلية، خشب الأشجار، بنصنع مبخر بسيط، خلنا نصنعه مع بعض. بس أهم شيء أمور السفتي، بس السفتي. في عندنا هذا النوع من الخشب، هاي الحجم، وعندنا هذا الحجم، يعني نشوف الحجم المناسب اللي بتركب فيه القطعة للمبخر. فذيك أتوقع صغيرة، بنستخدم هذه إلى هذه القطعة، نحدد وين شنو الحجم ونقطعه بهذا الجهاز، جهاز البينسو. طبعا هاي القطعه اللي قطعناها، بنشتغل في هذا المقاس اللي حددناه في البدايه، نركز وين اللاين الوسطي بيكون، فنحط بوينت هنا وبوينت من الجهه الثانيه ونركبه على جهاز المخرطه حين مع بعض. الحين نركب القطعه اللي قطعناها على جهاز المخرطه، نشوف البوينتات اللي خليناها في النص من الجهتين ونثبت.
طبعا خليت قطعة الخشبة في نص الحديدتين اللي في المخرطة. وليش نخليها في النص؟ عشان ما تلعب وقت دوران الجهاز. فالحين ثبتنا القطعة ونشتغل مع بعض نشوف شلون راح يطلع المبخر البسيط. وما ننسى السيفتي أهم الأمور. ونبدأ بسم الله. الحين مرحلة تزييت القطعة. لاحظ اختلاف اللون. الحين نقدر نضيف لاينات، اي ديزاين، لاين، لاينين، ثلاثة. فاحنا بنضيف لاينين هنا قدام. طريقة اضافة اللاينات نضيفهم مع بعض. نسوي مسارين بالأزميل في نفس المكان، وبعدها نحرقهم عشان يبين لاين لونه دارك. في الأخير نتأكد من مقاسات القطعة من داخل، في القطعة اللي تركب. الحين الأمور طيبة، هذه راكبة في المبخر. وهذا المبخر الشكل النهائي.